هي مشاهد من ضواحي تيمياوين الصحراوية بولاية برج باجي مختار أقصى الجنوب الجزائري، إقليم طبيعي خاص ومختلف تماما عما هو مألوف. حياة بسيطة هنا ونمط معيشي متوارث عن الأجداد الذين اعتمدوا فيه بالأساس على تربية الإبل. نعاوى الصباح نصلوا نطلقوا الحيران هذا والغنم ونحلبوا ويطلع النهار نقيسوا الحاسي ونسقون ووردوا شايين. هذه فاو نومات نزقنت ناجيل جاد قلونت قلونت تضنت هار جهط هدونت على سنة أغزجنا ترجيد خلاص أرى أنت استمدرين نق. وحتى الأبقار الإفريقية لقيت تربيتها اهتماما من طرف الموالين. ورولي هنت تليت أنا من غشرة كيلو وهبط حتى الخمسة مرة ليت ترى نهار سموس هار سموس تاني جيلال خلاص إرقوين أغاتل أنت ولاني. علاقة تشبث وانتماء بين الإنسان هنا والأرض هو ما تعكسه النقوش والرسومات الصخرية المنتشرة في جبال أهابيب الساحرة والتابعة للحضيرة الثقافية الأهاجار. تمتاز منطقة تيمياوين بتربية المواشي بالدرجة الأولى، وسياحيا تمتاز أيضا منطقة تيمياوين بمنطقة منطقة سياحية بامتياز هي منطقة إهباب التي تعد سلسلة تابعة إلى حضيرة الأهاجار، تعتبر متنفس لجميع العائلات هنا في بلدية تيمياوين. كذلك فيها رسومات تاريخية تدل على عراقة هذه المنطقة. مواطن الكلاء عنصر أساسي لاستمرار عيش هؤلاء في هذا المكان الساحر، لكن هناك ما هو أقوى من ذلك وهو الانتماء.